الآن مستبحا لطفا به قبل موته. يلا فرنسا ساقطا ساقطا. مختلفون مختلفون على ذات ألواح على ذات ألواح. يلا فرنسا نصر الله قبل موته. كتبت انت الحمد لله. ايش عملتي هالحمار؟ قلت لك الحمد الحمد. هات كل محب كل مسك عشان كل محب ما بتقدرش ال كما هيك كما ال الحمد العالمين. ايش يقول؟ شوف مليح شوف كما هذوك اللي هاتك ايش هالحمار. كل واحد يعلق لوحته يروح يروح بالعقل. هذا من ضحك هات واحد روح هات هذيك نوابة الطالبة. هي هي عمانا. هي ما جبار بن بناد وين جات لله امها ما تخدم خدمة. هي تبع في عزري على روحها. هي عزري هو عزري. هذي كسر الشاي بجمعي. يا اخي تعرف لو كان تعطل تضربني. او كيف نجيبها هون؟ لا 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 تحب تحصل هي تهوز لي غير السبايك. رطبت ولا مزال؟ رطبت. هاك ديك السبابة طلعت بالجوع. هاك. هاك. كيف هاطي؟ أنا هو عقدي لك صمم هاك كله بالعقل بالشهو عليه. هذا ابن الحاج سنة الحاج هذا هو راهو حتم علينا الجاي يلزم الغرامة راهي تخلص. سمعت الحاج راهي تخلص وراهو حتم عليه الميستراتور قال لي يلزم الغرامة راهي تدخل. يا من جهتي انا من جهتي الخمس نتاعي والرعايه نتاعي على كل حال راهم يخلصوا لي نخلص عليهم انا بكل صفه وراني نشوف الدنيا. لازم الغرامة تخلص واللي ما خلصش راهو يخرج لي اللوسي. عاود بناب ها عاود بناب ارواحنا. هذا واش؟ هند هند سمين سمين من اللي بقصوا عليك اللي بغير لجنة. هذا واش؟ هذا ما كان جاتنا بيضوش ولا عند الجنات. لا وبالماء زاد خلصت عليهم الغرامة؟ زالوا مازالوا زالوا. باباك وين راح؟ راح يعرف راح يحرث. قول له الشمبيط راهو جا غدوة يكون في السوق باش يخلص الغرامة ولا بروسي ولو كان ما يجيش راهم يجيو الجدارمية يديوه للحبس. سمعت ولا؟
الحق ما كان من يهرب منه. أي الحاج نشوفه ألا وهذا باش نطلع المشاة الفقر. هيا غدوة زير على بولاف باش يخلص الغرامة وراه ما عندوش وهذا الخطر نديرو القطرات وهز السلف ولا ما هزش. إلو كان هز السلف راه فرات بكري يرلا يموت وما هز السلف. غدوة نخرج له عينيه قدام الخشب الخزناجي ولا كومين محتاجة صور وزيد بالزيادة الحاكم راهو حتم علينا يلزم الصوار يجيو من السماء وإلا من الأرض. لا صغير عليه بي هذه الحاجة بيناتنا صغير عليها الخطر جابو ربي. هذه الحاجة بيناتنا الحاج راهي سهلة. ربطوا الكلب يا طفل ما تحشموش سيرتوه في النهار. وين هو راجلك؟ هو مريض. قول له يخرج سيد الشنبيطة هنا. لو كان باغي تخش خش. قول له يخرج سيد الشنبيطة هنا. حتى هذا من القبالة. إما اللي سحتو خليه يعمل على روحه. الأولى راهو عندك بروسي على الكلب اللي تركتيه باش ياكلنا، والثانية يلزم تخرج من القرب تاع الراجل اللي خليتي له الخدمة باش يحط فيها الخماس. ولو كان غدوة ما تخرجش يجيك الجدرمية يطيشوا القراوزك. فهمتي ولا؟ يا سيدي الحاج هاك تشوف لي مريض. ها وما عمري ما خليت لك خدمتك. وراك تعرفنا من جد جد احنا خماس عليك وما عمرنا ما خلينا لك خدمتك. واليوم هذه المرة الأولى اللي طلع لي المرض وين نروح أنا وليدتي؟ هاني قلت لك لو كان ما تخرج منه الغدوة يجيك الجدرمية يشولك قراوزك البرا. هيا الحاج انت الله كما وصيتك. او متهني الحاج لكن متهنيك قلت لك كلمه كلمه. انا بيناتنا فعشون بيت الله يبارك فيك يا وعد عندك راجل يا سيدي. سامحوا لي راني مانيش قاعد في الامان. في الامان طريق العافيه. في الامان. انت جوزيف يجي اليوم ولا ما يجيش؟ هو جاي وهاني رايح له. وجدوا الاحسان والكروسه. روح نجيب الاولاد من الشكوله ونولي. روح روح. نعم أجيش أرجع 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 وش هو أمك؟ لاباس شوية من الدرياس شنبيطة وجا صباح قال لي قول باباك غدو يجي للسوق باش تخلص الغرامة والبروسي ولا جدرمية دوك الحبس. هذا الكلب اللي كلبته الحاج طاهر هو اللي حارش فيه. هذا جماعة صلاتهم علينا ربي ياكلنا ولا ناكلهم ولكن في الساعة ماكلين وليد. كل هذوك هذاك هو الحاج طاهر وصاحبه جوزاف يمكن جاليه تويزن. هذا لو باطل يا ربي هذا لو باطل يا الحاج. عندك 700 كفار وما فاتكش عندي 4 حاجات حفرت في الكروش في الجبل وجاي تسلم فيا فيهم. كاش ما عندك هدرة معايا هاو الجوج قدامك. وخا تاخذ راي وخر للبزك. خلي التراكتور يحرس خلي التراكتور يحرس وخر 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 وخا تاخذ راي وخر للبزك. خلي التراكتور يحرس خلي التراكتور يحرس وخر 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 خلي التراكتور يحرس وخر وخر للبزك يا طحان وخر يا كبول وخر. خلي التراكتور يحرس خلي التراكتور تاع يحرس خلي التراكتور يحرس وخر وخر للبزك يا طحان وخر يا كبول وخر. خلي التراكتور يحرس خلي التراكتور تاع يحرس خلي وخر. Thank you.
الفلوس من الكلب حقرة زي ماش قريب يقتلني بالموتور والحصان دي حقرة ولا ماش من الكلب حقرة زي ماش ويقولوا له تشكي كيف ماش هاش حقرني الحقرة دي حقر زي هكذا قريب عفزني بالموتور والحصان عقب بي وكل بي وهو يضرب وزيد يقول لي روح اشكي 700 كرار مزيتيش وانا ربع بحالات مدي يملي الموتور ما تصعب ويكسر لي برسم ولا زوالي حقرة زي ماش ويقول لي بلادي ولا يكسر لي برسم ويقول لي بلادي واش هاي بلقى الدكتورة تصعب ويقول لي تياي الحقرة زي ماش 700 كرار مزيتيش فريد واش راك؟ واش راك ماجد؟ لاباس لاباس الحمد لله خير صافا وين رايح هكذا؟ راح نجيب الولاد من الشكوله واش هذيك سقتها ولا مازالت؟ مازالت ها؟ مازالت والله في الدوار تاعنا ما خيت حتى وحده بقات غير وحده صغيره خيتها لخويا الصغير يتعلم فيها اه تاني في الدوار تاعنا البنات بكل سقتهم بقات غير بنت بونا بالك على بالك هضرتك عليها بعد هذيك اللي كنت نهضر لك عليها انا هذه شتك عليها جيستومون بعث لها العجوز عايشه هذيك خي طيحت البنات الاخرين بكل يعني طيحتهم هكاك ما حبتش ما قدرتش طيحها والله اي ولكن حبيت غدوه الصباح نروحوا نصيدوا ولا شي كنا مروحين نداهم عليهم في الليل نديروا واش نحبوا نظلموا عليهم تاني اكسيلونت ايدي والله نديروها هذه حاجه نديروها صح حاجتك اي داكور اي لا ما تنساش اني استناك راني نجي اي يا ماما ماذا راح تداوي بيه؟ تحبي نقول لك؟ واش هي؟ غد رايح مع بابا للسوق واش تجيب لي معاك؟ رايحين نبيعوا المعستين اللي بقاو لنا باش نسكوا البروسي تاع الحاج طاهر والغرامه ولا بابا يدوا جدر مية للحبس وكتاش عملوا لكم هذا البروسي؟ الحاج طاهر هو اللي حرشهم قال لهم المعزات نتاعنا دخلوا الحر تاعو وعلاش هما ياخذوا راي؟ هو مطرني معاهم وعنده دراهم شفتي ولاده ما يقروش معنا في الجامعة يقروا معنا تقول في الشكولة وضعك نجي من السوق نتاعك ولا هنيت هنيت من الدوار هنيت من الحليب هنيت من المخيب هنيت من كلش بلات هنيت هنيت من لا يا خديها انت كيف كيف لا خديها بس تهنيت منها لا عملت الله يهنيك الله يهنيك بخير مبروك مبروك جيت عندك بالسهل ولا العرس هذيلا نجيو في ثلاثة نجيو كل نجيو اهلا الهجالة كما جات عايشة في الطريق تهني الذهب بيت العرس اذهب من هنا يا خشم وين نذهب الهجالة روح اذهب من هنا يا شيخ افضلنا نقول العيش هذه ما نحبهاش هذه الخدمه هذه راني ما عاشق منها من في الخلاص
خلاص انا تنسى تلعبوا بالخربقه ولا تخمروا تخلوا بالسعايا قلت ورا خمشي هالشيء ممنوش عيب عليكم. لا ذا وين وصلنا الوقت سيدي احنا في ربع برك ونخلونا نجيبوا الحشيش. ابراهيم وين راح؟ حكمته الحمى روح للدار. روح للدار شكون قال لي روح للدار؟ شكون قال لي روح للدار؟ ابراهيم ابراهيم وين راحوا النساء ماشي حلوا البقات؟ ما شفتهمش؟ واش هذا محمد؟ تضرب شويه كل شيء الحاجه ما تفرح. وحتى في الموت ما تلقوناش. واش هذا ابراهيم؟ وين كنت ابراهيم؟ خبر من الفجر يتشد فيه الحما هذا وين دخلت جيل هذا وين قال لي جماعه دخل هذا وين دخلت؟ الناس يخدموا ليل ونهار وما صابوش الخبزه ياكلوها، انتم ما تمسخروا بيا، هزوا قراجكم وروحوا عليا. هذا انت سيد الحاج مني كانوا عندي الكتارات تقول لي دمي ولحمي وروح ارقدك مريض ولي مكنتي الكتارات واللي جيت جبد علي زي هكا. وصدقتم عليا يا غير كنتم بكل شكي الثور كل ساعه تقول لي سلف لي نشري حاجه نشري نضرب البره نكسي عبادي نصرف ما نجمش تخلص ديرك كرجاله اخدم ولا خرج عليا. جوج معزال 400 ما عنديش 30 درهم خلاص كل واحد بدهم ولا خلف الطريق تعرف من معزال هنا 20 درهم العظمة تمشي ما عطيتني ولا غراتك سلمك ولا خرج غير ولا سلمك ولا قاعد يا امشي احش اخاف ربي احش اخاف ربي قلت لك ما عطيتنيش انت باش تسرقني ولا ما عطيتنيش ما عطيتنيش خلص ولا سخر خلف الطريق خلي الناس يخدموا ما عطيتنيش خليني نخدم سخر عليا سخر عليا قلت لك ما عطيتك كسر 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 الموتور هاي فوقك فوقك هاي داخل هاي علي اعمل هاي هاي مصيبه الموتور هاي علي هاي بص ما ما تدك هاي تربح 1500 في زوج باش تربح بلا تربح ما هلوش وش راك سي احمد؟ لاباس سي احمد الحمد لله ايه تشوفوا خويا رتصل خمجة هدي يا خويا جيت عفست ولا عفسني عمل لي واحد الشرع واحد الحالة لا 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 فونس فونس بندو خبرة بندو كورا ايه فونس لا كسا في زينا واش سحقت انا المراه هذه؟ جيت نشكي بالحاج. واش به الحاج؟ قلت له ان الخماسه نضرني من قلبي. وين راح الحاج هذا؟ كيف سبت المراه هذه الحاج؟ ما تراعيش ليها تكذب عليك ما تراعيش ليها وراسك وراسي انا الا عندي الخدمه وما عنديش وين نحط الخماس. القرب يقول بيه والبلاد بلاده. قال لكم اخرجوا اخرجوا. هلا وين راح بيه بولادك؟ اهم لي بيك بولادك. انا راني جيت نشكي لك. داروا لي بروسي ما درت حتى شيء. واش يسحق هذا؟ يكذب عليهم الغرام والبروسيات. راهو خلصوا الخزنه جيري الغرام والبروسيات نتاعك. خشمك. عندك 4100 تخلصهم. تعالش. والحطب اللي تبغى تزيد؟ عمري ما تبغى تزيد. انت عمرك ما تطلع طب والقرض ما يكذب عليك. ما عنديش بس راح اخلص. ما عنديش بس تخلص عندي 3 شهور راح تخدمهم دولا. اخرج عليهم.
بتيك انتو اسمكم خير وعافية يوم عطناش تعمهار فالرحبة كان اجتماع كبير وخبوا في النواب تاع الحزاب الكل واحد من بتيك انتو اسمكم خير وعافية يوم عطناش تعمهار فالرحبة كان اجتماع كبير وخطبوا في النواب تاع الحزاب الكل وكل واحد يبين البوليتيك نتاعو يا ربي يفرج يا ربي كل راح يخطبوا انا اصحاب البوليتيك ما يعرفوش يقربوا الفلوس اللي بديت نشفهم يقولوا للناس جيبوا لكم الحقوق ما ظهر حتى شيء نحوسوه في السوق ونجي روحوا ما تولهاش انا سبتو تصرخ وكالات انتم اللي ديتو هدي لي روحك واش نديرو بالحمار تاعك يا حمار الحمار ما سواش 500 فرنك تخلص وما تخلصش عنديش باخر عندك 14 حبس فخرج عليا اسمعكم خير وعافيه نهار الحد الجاي القايد نتاعنا سي حمانه راهو عنده عرس كبير يحضر فيه الحاكم والخليفه والكبيريه وجميع العروش راهي معروضه وكبار الدوار يلزم يكون في بالهم اسمعكم خير وعافيه اليوم عطناش تاع النهار بالرحبه كان اجتماع كبير وخطبوا في النواب تاع الحزاب الكل وكل واحد يبين البوليتيك نتاعو اربع من دواك اسمعكم خير وعافيه هذا هو الحد الجاي قايد انت ناسي حبانه وهو عنده عرس كبير يحضر فيه الحاكم والخليفة والكبيرية وجميع العروش راهي معروضة وكبار الدوار يلزم يكون في بالهم عطونا شوية سكات رحمة ديكم سيد النايب اليوم يقول لكم لا كان تفوتوا عليا ونخرج في الفوطرة وكل واحد عنده 500 فرنك وراني نهار نخرج في الفوطرة راني نذبح لكم 500 شاة وراني عنده طلبية راني تشويت راني نظهر له حقه وراكم تعرفوني ما يصغير من اليوم بصح لو كون نخرج في الفوط راه مايش كيما الناس اللي كذبوا عليكم وراو تعرفوني باللي راني واصل قدام الحكام نقضيها له توت سويت كيما كان يهدرك مشاوش نتاعي عندكم 500 كي نخرج في الفوط وكيف نربح راهي عندكم 500 نعجة واللي عنده قضية يجي نقضيها له ما تشوفوش لهذوك اللي كذبوا عليكم راهم دار البريفي ما يعرفوهاش وما انا دار الجفرنور راهي كيما داري تخلص روح تخلص ماديش بخلص عندك عيام تخدموا حبس للدولة روح خرج عليا سي الحاج هنا الجيرة اللي ما تنساش ما تخافش هذا كلش تكل عليا كلش مخدوم ما تخافش بالسلامة كاجي تربح 100 ألف وتروح للاندوشين تجيب قراد وسنين ذهب هيا هيا نح الهم على روحك وزها وشيخ مع الحريات كما يظهر لك قاجي بكري تروح بكري يا ولدي قاجي تربح 100 ألف وتروح الاندوشين تجيب قراد وسنين ذهب هيا نح الهم على روحك هيا وزها وشيخ مع الحريات كما يظهر لك قاجي بكري تروح بكري يا ولدي
كثر خيرك يا شيخ عمار. كثر خيرك يا شيخ عمار. مرحبا الرجال، بعد ما احسن عليكم جعلنا نفس الفرد منهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كنت لابراهيم. أنا كنت عند علوة مريض مسكين في حالة، ومرت وهي ولادتها راح تشكي لقايد، نزلت ما ربحتها لدرك. إيه يا إبراهيم يا أخويا، كي راح تشكي لقايد، درك ياكل على راسها حويجة من عند الحاج وما يعملها شيء. إيه كنت يطلق ربي وليدهم على خير من العسكر، يخرج يخدم عليهم كني اللي من شكي، اللي من تشكي. حكام وأغنياء كل متخولين علينا. والله يا شوف جدر موج داري في الدوار اللي فوقها، على شامبيت اللي قتلوه، منكر العين ما تحمش تشوف. يا خوتي الظلم تغاو عم، ربي يلطف بينا وهذا مكان. الروح بسال بسهل من الحلا روح أمس روح أضرب الله. علاش عليك؟ انا كنت نتمسخر معاك. قاوش قالوا لباباك؟ ما زلت ما كفاوش، زدنا نبيعوا البغله ونتحولوا منا. اش تقول؟ نكريو كتارات ونطلعوا المشتى عن جدي. خلي القرايه تاعك وانت قريب طيش اللوحه. لازم نخدم مع بابا يا اخي، ما تنسينيش حتى الموت. صحه بناه بيضرب ولدي وانا حي. صحه هذا الخطر جابوا رب العالمين، جابوا اليد ديال الخطر مبصي. هذا الخطر مبصي يضرب ولدي وانا حي. امشوا برا هو الخمس. هيا ابراهيم، هيا حكم الزوايا على الجدرميه. اهلا بك، تعال خير واش راك؟ بس خير واش حالك؟ ايوا خير واش تعمل؟ سالي الشيخ واش حالك؟ يا يا واحد الخامش ضرب ولدي كسر له ذراعه البارح. بونجور فريد. بونجور مزيان. سامي البوناب يقولوا له بوناب واحد السال قارص. الو فريد كيسكو فزافي وبغالا؟ بون فو فوي جي ما مان كي تيسكانتي كومبليتمون. او مي سي تري غراف سا. شوف الشيخ. Et comment ça s'est passé ça? Eh ben on a été à la chasse hier avec Majid et au retour on est passé devant le gourbi de Bounab. Il faisait très sombre. Et il est sorti de son gourbi avec un bâton, il m'a saigné un coup sur le bras. Ah, on va s'occuper sérieusement de cette affaire. Hein? Et il nous a même couru derrière. Si on ne s'était pas sauvé, il nous aurait tué, je crois. Ah, on va s'occuper. Ibrahim, aïe. Aïe, t'as le tabouneb. Mais nous, Madoula. هذوما الخماسه تاع بوقره. الخماسه تاع بوقره اللي يحبوا يدوا الخماسه على الحرث تاع التركتورات، تاع التركتور اللي محروس بالتركتور. رد بالك، شوف واش عملوا، شوف واش عملوا باش حتى انت ترد بالك مليح. ها يلزم تنح قلوبهم بعد هذا باش ما يولفوش الطامعه الخامشه هذه. تعاو في ديانا قلوبهم ليش بدهو لهم. ازرب ربك ازرب. Alors Farid, raconte comment ça s'est passé hier soir. رحت انا ومجيد البارح للسادة، كي عندنا مولين في الليل جزنا قدام دارو وخرج لينا هو في الظلمة هكاك ما شفناش، خرج لينا بالعصية تاع عطاني انا على يدي كسر لي يدي وجاي يجي ورانا وما هربناش كان يقتلنا. قعد شي ولاد سيادك ها؟ يا سيدي انا مجاو يتعداو على داري وعلى عرض بنتي وبدي يخش لداري يخسر عليه يرحم وزيد يهدر وزيد يحل عليه. ارو تتهم في ولدي وتضرب في ولدي على الخمجة نتاعك المقملة حتى تضرب ولدي تكسر ولدي. شفت الكلب الكلب اللي تعدى حتى قدام دوله يتعدى. صالح فرتي ودي امريكا لما دا بك نعتنا ذكورة على الله. ايه ونعيد Thank you.
دور بوكو روحوا بالسلامة والخرفانة ويجيبوا الراعي ويجيبوا والي وفر حاج يلا ها ها يلا طب اقرا ايش بك تبدا تقرا يلا وش بك يا لولي الرجل مات الله اكبر الله يرحمه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان لله وانا اليه راجعون جيبوا له الكفن وروحوا دفنوه الكفن هذا تاع صدقه تاع صدقه ما عاد يعطوهم غير لاولادهم جايين العزوز دفنوه هريان روحوا تروحوا زركوا العشيه روحوا بكري عظم الله وجرك يا ولي ربي يغفر له سامحيه وادعي له بدعوة خير رانا كلنا رايحين شوف اللي ميتين هنا كلهم راحوا ونحن مش راح نقعدوا انما سامحيه وادعي له بدعوة خير وروح لدارك واستحفظ على ذرياتك جماعة رم يستنوا فيها بصلاة المغرب وسلوهم خليه كيجوا خماسة من الخدمة يهزوه
ادخل انت سخر انت بالسلاح سخر 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 بالسلاح ادخل انت ادخل انت سخر انت بالسلاح سخر كيف كسي تو سو موند تو لي جور Je sais pas moi il va les voir بلا قلع قبلي قدم ما يمشي سخر انت بلا قلع انت بلا قلع امشي بلا قلع هذه قدم انت قدم امشي هذه في ساعه بلا قلع هيا قدم امشي أول بوشي لفام اللي جوس براشي لاريكو براشي البشيش اللي مانشير سان كانت فرا بارجور اللي جور فيل درني جور ونبوش فاليكم فسي فا بكو ترافاي اي انا دي ترافاي مي ونبوش فا تفام اي فوفا اي لديك جي فوفا دي مونتي تورني سي يا بوكو دي مالا دي سي درني جور جور دوي سي فيني الترافاي هالي مشي مشي ما توش مدوه نخلاص هالي مشي 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 يجرب ما توش دوه نخلاص مشي مشي انت قلت لك مشي ما عادش الدور هنا خلاص سري مشي ما عادش حتى واحد يدور هنا Comment ça va? Ça va. Ça va, ça marche bien le travail ici. Ça marche. Et faire attention. Oui. Attention, le khaddam est sur le courrier, c'est le hamsa. On a la wakhe. Et arrête de belle soie. Hein?
شنو بقى خوف من الحبس ولا من فيا جبار؟ انا شفت الحبيس خير منه، زعما واحد يخدم على الضرب والجيران واحد قال عائلته ما كاش، اللي مات مات واللي همل همل، والله ما راني راه، والله ما راني راه. لو كان تشوف ها جوج وما جوج مدارين في بلاد فرنسا، في الاندوشيل، ما دريت علاش حنا ربي خلقنا طحانين، بروتيه كي جمال. تهدي الميزانية، هادي فرنسا. يا ربي يعطي لها الالمان، يا ربي يعطي لها بيان فوق. اش كاين؟ كان هذا هنا عساس؟ ياك تشوف عملت لنا ديقه، صباح يجي المعلم يقول لي واش وصل لنا. خليها ناس سالوا بري حتى الغدوه الصباح يجيو الجدارميه يشوفوها. الحاج وولد وانايا راكم زلت في القريبه يكون فيكم الهم كما الاخرين، ودرك وليت تسكنوا في الديار واللبسه تجيك مع كل مزاي ونظافه وزيدوا تشرطوا. سمراء جبار راهو جاني طلبني في الطفلة، انت تعرفي باللي الطفلة كبرت ولاد الحاج الطاهر عرفتهم وش راهم يعملين في الناس، وعلى هذيك كيف جاني انا عطيت الطفلة. قديش شك تخلط زعما نظن نوصي فيك ما دام الحاجة حتى تشاورني. وش بها هذا كاتب الطفلة فيها رايح لي راشو بابيها راه في الحبس، في الحاج طلع ما زاد يخليه يخرج، يبقى له من عمره كمل في الحبس. يماه راه ماتت واختو راه تزوجت، خلوا له زوج خوت صغار، حبيت الطفله باهي حرت عليها. لكنك معول على القطارات راهم في جوزيف عمره ما زاد يشوفهم، يمشيه يمشيه سيعطيه حشره صوردي سيعطيه قلبه قمح ويدخله في البوتيك ويديهم كما تاع الاخرين.
تعطيه الطفلة؟ في الحاج طاري خرجنا من هنا ورايحين نروحوا، روح نسكنوا في الغابة كما راهم اخرين. عندك الحق، هذا كلام الصح، ولو كان راه يحمل الستين في صدره. طفلة يا اخي قلت لك خليها انا نضب فيها راسي، نخرجها اللي في ليش تعلم حياة اخرى جديدة على روحها كما راني انا. الناس الكل تتمنى تتزوج مرة بحالي يا اخي، قالها حتى سي الحاج ولا راني ما عجبتكش. لا لا مخاصني حتى خير، ما عندي كان انت وربي. نهار اللي تكبر وتتعلم كل شيء هذاك النهار تدبر راسها تتزوج على روحها. انا غدوه ندي الخرفان نتاع الشيخ ونزوروه، وان شاء الله الشيخ يتقبل زيارتنا وما نطوش ليه، ونهار اللي نرجع ادي الطفله وروحي ما عاد نجيد نشوف انا خلاص. وكان زيد رجع لي نقول للطفله ما حبيتش وهذاك اللي كان، هاتي لي 10 تايم ونسلم. ما زغيش العربي رزا. بو غرار علي رزا. بو شوات احمد رزا. زرداني عبد الله رزا. بونا بجبار رزا. برق في عينيك تحب تلحق بباك. انتم الظهر عندكم الوراق نتاعكم، وانتم القبالة عندكم كاينين. افهمتوا؟ فهمنا. هاني نعاود لكم، السيد الحاكم والسيد القايد راهو عطاو الأرض للجدارمية والخزناجي، لو كان اللي ما يجيبش ولده يقبل العسكرية ويخدم الضرب راهو يجيوه الجدارمية يجيوه ويديوه بالعيلة بكل حبس، وراهو الحاج من الكبار راهو شاهد. افهمتوا ولا سمعتوا؟ هيا روحوا تروح. يا الحاج نخلي الخرفان لله حتى يجي والرعي يديه. يا النوية اديو هالخرفان وهزو هالدجاج هذا حطوه في الخشب فوق البغل. اما انا شوف واحد من القبالة وحطوه في بلاصته. انا شفت واحد اعطيته 2000 فرنك واعطيته صاع شعير وهو قابل. اما انا فراكسي انا غدوة نشوف الخوجة ونفهم. لو كان موش لندوشين، سمعت والله، لو كان موش لندوشين خليه يروح يجيب قرادو، يطلع قايد من غير خسارة. حق. أضرب قهوة. Thank you.
تاع الحاج ضربوني وانا ولعت. معناها تاع هذا ما نرجعش للورا. اي الناس تاع المشتى هذه يلزم يطلع المشتى الفوقانية تاع الحاج الطاهر جدرمية والخوجة والشامبيط راهم يستنى فيهم يضربوا بساعة. نراه ما عدا حتى شي واحد براسي برك. ما تخافيش ما تحركيش من حتى نجي. كيما قلت لك جيب صحابك الليلة روح لدار جدو وخرجوها واللي تكلم تيروا عليه وش راح يصير عليه من خاص كيما هادوك. ما دانيش دار درجة لازم نفتشو ساعة وندها والهجوم وسهل من بعد نقدروا ندخلوا ونخرجوها من الدار. بعد زوز عاش لما تجيبك الخضارات تروح للمشتى وتعرف وين وكي تخرجوها عقبوها ديرك الفلاج عند يما وديروا فيها كلكم واش تحبوا وكي نجي انايا نطلعها لقسنطينة نبيعوها للدار الكبير ونجيبوا فيها قطعة ايام وإذا ما لقيتوش ومنح من يديكم نتهموه باللي هو اللي هربها وباعها ونلحقوه لبابه. هذه خلاها عليا انا نحكم مع سي الحاج. ما نبات ما لاجوز عايشه تفتش عليها في المشتى نخبر مجيد وسارق باش يوجدوا روحهم ومنين تجي نجي نعلمك. هكذاك يعطيكم الصحه. قبل هنا باللي السيد الحاكم والسيد القايد راهو عطاو الورد اللي عنده السلاح انت عصياده والا واحد اخر يلزم يجيبه للبيرو انت السيد القايد راه مفتوح صباح وعشيه وراهي توقع التفتاش اللي لقاو عنده السلاح راهم يزيزيوه ويديوه للحبس هو والعيله نتاعو على طول العمر باش تكونوا شهود. ناس القباله راح نعيطوا لهم وعصاو الدوله ما جاوش راهم يخرجوا لهم العسكر يحرقوهم بهما بالقرابه نتاعهم. رانا هنا راكم هنا خرجوهم مسكم خرجوهم نسيتوا الدم اللي سال بين العروش وخليتوهم في وسكم خرجوهم كلاب اللي كلابعتوا لهم العز خرجوهم انسيتوا الدم اللي سال بين وبين العروس خرجوهم هذا الناس مسكم خرجوهم انا قلت لكم خرجوهم قابلتنا الصلح ها قابلتكم الصلح كيف اللي ما حضر لا سيد القايد لا سيد الحاكم لا سيد الشمير كيف هذا اشكون اللي يقبل هالصلح هذا كان شعيان اللي هذا كان شقايد كان حاكم اشكون اللي العروس خرجوهم وانا عيان وينهم العيان اللي حاضرين كاش ما حضر قايد كاش ما حضر حاكم اشكون هالصلح هذا هالصلح هذا هالصلح هذا فوت هذا وش هذا الصلح ماهوش مقبول تقولوا من هو اللي يصلح بيناتكم هام الجدارمية هزوا المخير نتاعكم للحبس برقادي هزوا المخير نتاعهم عديوهم للحبس بندية سراق هما اللي عملوا بيناتهم الصلح ما تلقوهمش حتى يقروا ما تجيبهمش حتى يقروا متهني اروح تكبر وهذا رايهم وراي وراك تعرفني ونعرفك ما قلت ما نقول يا سي الحاج
هذا شيء ما حقوش يكون والسلام. يا سل حاجة هذا تعدي وهذه إهانة وما يفريها ما بناتنا كنشرح. هذا كلام ما عادش تعاوده، راك إنسان عاقل وفهم وجبار، لو كان مش متفهمين هو بنتك ما يجيهاش. وهذا مش وصلهم لهالأمور هذه. يا سيدي آمين، هو ولدي وهي بنتي، قريتهم وربيتهم للزوج وربي يصلح أحوالهم. بارك الله فيك. لو كان كما بكري قايد وجدرمية وقاضي نفريوها، لكن اليوم أمر جديد ما يزمنا إلا نقول أمين. آمين يا سيدي آمين. أنا يا روح استنى استنى، خلينا نسلم ونتيم المصلي. سيدي راك عقب التيمم. هذا حالة اللي ما لو نهار صغيرة راس الحاج. يلا نمشي يلا. هيا وادخلوا. لا لا ما عندناش الوقت، جيت نخبرك برك باللي بعت العزيز عائشة دار الدشرة بكل ما لقيتش الريحة انتها، بس غدا بعد الجدرمية يجيبوها هي بالعز وهو يعطلوا بالكرافة شنو يكره. هذيك اللي حبيتها، ولكن دايوسة ترونجة معاه. كيفاه؟ جبرها وبعت جدو وكان هنا هذا ونخرجوا هو وباباها، وقالوا لازم نتصالحوا خير من يخرج الخبر يقولوا بنت الطلب هرب، وعيت فيه لا لا وهكذاك وعملها الدايوس. دوك اللي خطر درناه بين الجدرمية خير ما ترونجة مع بعضها. إذا زيشو بنت وانا بلاصها تشكون كي جينا الخبر شي خاطيك شكون دبروسنا وحنا وحنا ما تخافيش. ايوه بعد ما انا غدو صباح بكري من يجيب لنا الخبر حنا نهجم عليها في الليل. هكذاك رجال كيما نعرف ما تخلاش تفرع فيه. احنا نروح نجي شويه. ولا هنا احنا كملنا وانتم ما كملتم؟ كملنا وجت مره غير قد. يلا يلا هزي وش هزي وباش نروحوا عند جدي. ما عندي راح نهز الزربه اغسل يديك وهيا هاي. مالا سيدي راكم كلكم تسكنوا لهنا وراح نروح جدي وحده لازم يقعدوا معاه. صحيح يا سيدي، راهي دارهم وانا ولفت بيهم وإن شاء الله ربي يخرج على باباهم ونتلموا كل هذا. كان درت العسل اللي شارع الجبار أقعد يشرب قهوة معنا. تركني جاي. المرأة راك عارف مريضة وطال مرضها. أنت ما قلت لي نديها عند الشيخ، فرج ربي شوي. ما زالت وراما هنا معمرين علينا. لم عليهم وربي يفرج. الناس كل راهم مطلوبين لهنا قدام الفيمنا تاع الحاج السيد القايد.
والخوجة والعسكر راهم اللي هنا، واللي يتخلف راهو يخاف على روحه. كثر شرهم هذه الأيام ربي يلطف. مابغاش نوصي فيك. في النهار عندي شاب وفي اللي عندها جوز. روح متهني. وردي بالك من كلابني كلاب هذوك. كابيتان راه يقول لكم راهم ما حبوش يقروا، وشوفوا الحالة اللي راهم فيها، وإذا ما حبيتوش انتم تقروا وتقولوا أشكون اللي عمل الصلح بيناتكم؟ وشكون اللي قالكم يذبحوا الكلاب؟ وشكون اللي قالكم قصوا الشجرة المرابطة المسكينة؟ كابيتان راه يقول لكم أنا راحين نحسبوا لثلاثة، إذا ما حبيتوش تقروا راني نقتلهم. واحد، زوز، ثلاثة، فور. هاكم تزبرتوا انسى الطحانين، دارك تشوفوا العسكر واش يدير بكم لكم ما تخلوش. عندي ما نقول سيدي الشنبيط، عندي ما نقول، عندي ما نقول. كابيتان راهو يقول ماذا بينا ما يزيدش يسيل الدم قد اللي سال، واللي عنده حاجة يجي للبيرو نتاعي راهو محلول ليل ونهار. عائشة قالت لي راحت لدار جدو ما لقيتهاش. ديك خرجت مع جبار ولا حاجة، خاطر ما صبح هو كان عندهم، وسقت جبار وراهم يسكنوا، قالوا نسكنوا مع عشيتي خاطر ما هي وحده، ما عندنا وين راح نروح، قالوا الحاج يهرم معايا. علاش نكون عندها ملل اليوم؟ إي معليش. بيت. انت مسبعي بخلاها في كل بلاصه. Thank you.
هاي البلاصه تاعها بالك تحس بينا بلا كيف يقول بي الاخر هاي المحامه تاعها وين حطو من هنا حتى لقاو لهم بلاصه نوال يجيو في النيل وجاكم عسكر المشتل عندنا بعض المجاهدين وجريح مجاهدين جابت لي مجاهدين هنا للدار باش يجي الصباح العسكر معاهم الكلاب ويشوفوهم يلقوهم الناوي يقتلونهم وقدام عينيك وانت تشوفي هذا هم المجاهدين نساء ورجال وحريم الناس مختلطين ببعضهم بعض اسمع صار ثورت وما يشتورت رجال ولا نساء هاك اقرب اش تعرف احنا عارفينك ماكش خاين بصح الحاج طاهر والقايد عاطين ثقه فيك على هذيك خليناك تخدم قدام العسكر باش تزيد يعطوا ثقه فيك والدار تاعك من اليوم تقعد مركز وهذا من اللي هنا يقعدوا حتى نجندوه نساء وضعوا معهم تميز جبهة التحرير الوطني الجزائرية ابشروا بالنصر رانا أقوياء مناش وحدنا شعوب العالم المحبة للحرية كلها معنا أنا هي اللي قلت لهم جيبوهم هنا خيمرتك هربت أنا اللي هنا نطبخ لكم طبخ لهم ما قلت لكم يلزمكم تردوا بالكم ما تاخذوش راي هذه البندية فرنسا راهي اعظم دولة حاكمتها منا حتى للصين ومعها الامريكان والحلف الاطلسي ينجموا يحاربوا هذا الذراري كما قال الامام نهار الجمعة ذبان هاجمين على وزير متاع فليتوكس ذركا يحكموهم كيف الفيران طيارات من فوق وعسكر وطناق من تحت فرنسا راهي امنا وهي اللي رباتنا واعطتنا هذا الخير لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا واش نجمو نعملو حنايا ابره ما نجموش نعملوها ولا محراث ولا تركتور ولا موس كونوا عاقلين ما تتبعوش ما تاخذوش راي هذ الغالطين فرنسا راهي دوله قويه وعندها جيش وعسكر ردوا بالكم لو كان كاش ما يزيد يصير لهنا العسكر راهم يجيو ويقعدوا هنا في الدواور ويعمل فيكم الشي اللي حبوه هما واهو السيد المرابو يلقي عليكم بحض النصايح وعلاش يا خاوتي خليتهم هذو بالبندية يفسدوا علينا الحالة كنا عايشين ترانكيل مع بعضنا بعض كالخوة ودرك لكم شفت الحالة كيفاش تبدلت يا أخي عندكم خبر ما عنديش بزاف من زرت الشيخ وجاءوا الأخوان وما يخلق ربي من كل فج يجي 21,000 تراس سقسينا الشيخ على هذا من جماعة اللي يحب يحارب الكفر وقال الشيخ هذا من الكفار ما توصلوش روحكم من شرهم هذا دخلوا بلا بارود يخرجوا بلا بارود وزاد قال هذا ما عندهمش قدره مع ربي كيحب ربي يجي زف الريع نتاع ريح تهزهم واحنا علاش قاعدين نتعبوا في روحنا معاهم سمعتوا كلام سيادنا المرابوات العقلاء كونوا عاقلين امثالهم ما تاخذوش راي هذ المشوشين روحوا تروحوا لدياركم واحكموا دياركم وما تتبعوش هذا الغلاط
سيد الشامبيت مسكين البغول شفته البغول هذا الحفيانين هذا كل في فرنسا انا نشويهم نحلهم بالريحه تاع جدودهم بكل ما تقدرش تشويهم ني تقتلهم على بالك تحقهم الخدمه نتاعكم تحقهم بزاف العسكر باش يديهم يحاربوا ما تقدرش تقتلهم من المحال لازمهم يجيريك اكثر من هكذا ما بقاش خاص يهزوا خاص رسالة خلاص واش تعرف في الفلاقه هذا الفلاقه طبعا يا رب هذا خليك يا راجل فرنسا هما دراك انا ما قدر لهاش وين يا تحوس على الحفيانين نتاعك هذو يقدروا لها ما تنساش بصح قال لكم لقاو عندهم سلاحات بعثوهم من الروس والشينوا ويقدروا يديروا حاجه المهم بالذات الفقراء الغلب عليهم لكن عطاهم خطره ولا زوج ولا بالك باللي فرنسا مشتي السلاح تاعها ما يفلاش ديما ومعاونها الامريكان ما تنساش بصح قال لك باللي الفلاقه عندهم دوك شهرين ما راحين وما يتقووا قال لك عادوا الطياره طيحوهم خليك يا ولدي من الدعايه خليك كون فرنسا حطها بالا ليهم كل يتحاكم بهم جبالهم واش بيك انت واش دوني زعما فرنسا راح يخرجوها من البلاد شي من محال هما يخرجوا فرنسا الحفايا هادو ها يا سيدي عجلنا خرجوها شكون اللي يقدر يسير البلاد هادي يسيروها على الرعيان هادو انا عندهم العلماء تاعهم وعندهم الحزاب تاعهم يقدروا يمشيو البلاد كيما مشاوها الفرنسيس من الوقت هذا خليه يا رجل ماشي نعرفوا بدل مليح الواحد يحوس على بريستو يحوس على الخبزه تاعو عرفوا مليح يا رجل ولكن احنا ساكنين قدام الجبال ما نقدرش نبقاو ساكتين خطره هاد الخطره الاخرى هادي انا قسمت انا مع الشايب باش نشوف الوكيل وعادونا واحد الجماعه تم شخصيات وصحاب مال وصحاب مغازات وكذا وفاهمين وسوق سقسوا الشايب قال له واش كاين في الجبل فهم الشايب الفكر هذا قال لهم داوا كل كوتيزاسيون قال لهم شي ما يهمش توافقوا الجماعه كنت توافقت بلي سيت الكوتيزاسيون هذه باه يحميو مالهم ولادهم ولا كان يعني ربحوا حنا ومعاهم ولا كان خسروا معنا ما خسرنا وزيد بزياده كي تحسوا خبيص ديروا كيما بوش معاهم سيبوا الكوتيزاسيون تاعنا ونروحوا تونس تكسلوا وخدامهم يخدموا بسم الله ربي يسكر راهو بسم الله يسكر راهو بسم الله ربي يسكر سجد روح معك لا لا بلاتك انا خير عافاك تسلم خير انا فرحان كي هضر بي شايب سلك لا كوتيزاسيون هذيك هكا سيدي تهنينا دركا العبد يدير واش يحب هذيك هي معناتها تحل هذيك هي بدات لازم يمشي يسال شي العافيه ليه والمال وبيديه من الجهتين على كل حال صباحكم بالخير بالخير لا جوز وهذا انت بكمالكم ما جبتيش جبري وين تسكن يا عزيزي راني رحت لدار الحاج كتبت من عنده لقيتها هي اللي تطيب هي اللي توكل هي اللي تفرش هي كل شيء فيها وراني سقسيت الجيران قالوا لي هذه هي سكنتها هو هذه ما كانش منها ضمنت عند نهضر عند الحاج وفليت بلاصه بلاصه اخرى بصح انا تعرف نديروا لها جوج نبدلوا برنامج هاك تقول لها جوج قولي لها باللي ولد الحاج طاهر وصحيبو بلي ندموا شي اللي داروا عند بناب هذاك وش اللي داروا فيه مدى بها يعني كنت درنا عشاء يعني يحضر فيها الشيخ تاعها وباباها وحنا نحطوا جماعه بالرئاس وشوفوا ترجعوا انتبهت نقول للطفله باش نرجعوا الحاله راهم خافوا من فلاقه هذيك هي الهضره بدات وانت بصحه وليدي راك ما تهلتش فيا وما درتش فيا خير لا قهوه لا سكر لا صابون لا دخان حق ربي ما سيدك لا جوز كوني هانيه روحي برك جيب لنا الخبر وانا عليا القفه نملاها لك من كل شيء هاني نسوق ونجيب لك قفه مليانه من الزيت للسكر للقهوه لكل شيء كوني هانيه لا جوز روحي برك جيب لنا الخبر وكي تجينا على خير شفت هاد الناس يخوفوا بعضهم بعض الفلاقه هذيك هي لازم واش تعرف هذا هو الوقت وصلنا فيه هنا Thank you.
هاي البصلة، هاي الثوم، الزرخة، هاي البصلة. Messieurs, il ressort de nos discussions à Constantine avec le général et les experts venus de Paris que la situation est sérieuse. Les maquis pullulent de félagas. Ils n'utilisent plus des fusils de chasse, mais bel et bien un armement moderne. Tous les douars se sont rebellés. Ils veulent étendre leur rébellion aux villages et aux villes. Les forces régulières doivent entrer en action. En plus de notre puissance de feu et de nos moyens de fusion, nous devons user de la politique et de l'action psychologique. Car nous devons garder à l'esprit que la France a, depuis la conquête, axé son action sur trois facteurs pour réprimer toutes les rébellions. Premièrement, les gens qui sont au service de l'État, tels que les bachagas, les agas, les caïdes, les gardes champêtres, les codias, ainsi que les fonctionnaires, constituent une classe dont les intérêts sont liés à nos propres intérêts et à notre propre existence. Cette classe a joué un rôle déterminant pour asseoir l'autorité de la France dans ce pays. Et elle peut aujourd'hui jouer un rôle non moins déterminant pour liquider la rébellion. C'est pour cette raison que les félagas veulent les terroriser en assassinant quelques-uns. Notre devoir est de les protéger et de les encourager par l'augmentation des salaires, les promotions, des primes, des promesses. Ceci de notre part. De leur côté, ils doivent, à chaque occasion, exprimer leur attachement à la France devant les populations pour les redétourner de la rébellion. Deuxièmement, les hommes du culte, les cheikhs, les marabouts et les aouias, constituent une classe qui a joué un rôle de premier plan en faveur du renforcement de l'autorité française en Algérie, en abêtissant et en dupant plus de 70% de la population. Les félagas essaient de les rallier à leur cause, tantôt au nom du djihad, tantôt par la violence. Nous devons les défendre. Faire apparaître que les félagas comme des anti-religieux. Un budget conséquent leur a été alloué afin qu'ils redoublent d'efforts et condamnent la rébellion au nom de la religion. Troisième, la force de sécurité est une force importante sur laquelle il faut compter. C'est une classe instruite dont les membres ont été élevés et éduqués par les pères blancs. Ces derniers ont rempli leur mission d'une façon exemplaire en leur inculquant l'amour de la France et le mépris de la race arabe. Certains ont acquis leur grade après avoir servi longtemps et fidèlement l'État français. Les autres sont des fils de notables et des fonctionnaires qui sont sortis de nos écoles et qui sont imbus de la civilisation française. Il faut les promouvoir, augmenter leur salaire et multiplier leurs prix. Grâce à ces trois facteurs, il a été possible d'écraser toutes les rébellions qui ont eu lieu depuis 130 ans. En outre, il faut sévir dans les hommes qui sont le théâtre des événements
et isoler dans la mesure du possible les habitants des douars de ce des villes et des villages pour mieux cerner la rébellion et l'anéantir. Il est mort, par balle. C'est un attentat terroriste. Il faut encercler tout le village et personne ne sort. Oui, chef.